مشروع اضرب بطاطا وعربيه مسميه على الفحم. كنت شفت فكره الاكل على النت وكده، فنزلت بقى تدوره، بقيت بجيب كل شويه حاجه وكده، اكسب اجيب حاجه واكسب اجيب حاجه واكسب اجيب حاجه، لحد ما جبت كل حاجه واشتغلت وطورت انا الفكره اكتر. عندي بطاطا بكراميل شوكولاته ولوتس ومانجا وزبده فول سوداني، وعندي بطاطس كومبير اللي هي بتتفتح ويتحط فيها جبن تتقلب، وعندي شرايح البطاطس المشويه، وعندي دورة المسلوقه بيتحط عليها في الحادق جبن او رانش او بيك تيستي، وفي الحلو بيتحط عليها شوكولاته او كراميل او عسل او لوتس او مانجا او فواكه زي ما انت عايز. وفي سلطات، سلطه رمان، سلطه التونه، وفي سلطه انا اللي بعملها اسمها على الفحم. فايق كبير عليا ساعدني وبيجي يقف معايا، ولما بعوز حاجه هو بيجي يجيبها لي وكده. في حاجات بعملها انا هنا، وفي حاجات بنزل اجيبها من العبور، الخضار وكده بنزل اجيبهم من العبور. بعمل هنا في معظم الصوصات بعملها هنا بتبقى احسن من اللي بتتباع بره. عادي مع ممارسه الشغل وكده بحب انا اتعلم الحاجات دي. الذره المسلوقه، الحادق، والبطاطا، شرايح البطاطس، بطاطس الكمبير، الناس يعني بتحب كل حاجه. وفي الذره اللي بالفراوله، بتحب الحاجات دي كلها، بيطلبوا الذره المسلوقه والبطاطا بس، الاطفال بيطلبوا الحاجات دي بس. كنت بجرب جربت كذا مره الشغل وفشلت مني اول ما اشتغلت، وبس بعد كده قمت داني على حيلي واشتغلت وفضلت اطور من نفسي لحد ما بقيت كده.